السلام عليكم. اليوم جينا نهضر على المرأة المغربية. الاسم دنيا باتما، سن 18 سنة، ممثلة الدار البيضاء. يلا معايا تكتشفوا العالم الصغير ديالي. بدينا المرأة ماشي العتروس، سمحوا لنا خطأ طبي، المرأة ماشي العتروس. بغي نقول لكم هادي. كتهز الحطب وكتمشي باش توكل ولادها، كتعيش مع الطيب بحال امك بحال جداتك بحال اختك اللي غتولي ان شاء الله. حنا من اجل المغرب، من اجل نقدموا المغرب، وما كاينش اللي خرج على المغرب قد دوك زوايا الزواج اللي كيخرجوا علينا وكيطيحوا لنا الدل. انت كيفاش كيجي تامر حسني بداو طلقوا علينا؟ أنا اسمي شامر حسني، بحب المغرب، بحب المغرب، بحب تيتيزي متاع المغرب، عشان أنا جاي هنا عشان أغني، وشكرا لأي واحد في الـ في الـ في المرويكس. واخا متفقين على واحد القضية، أمك أمي أمو توا نهار كامل وهي كتفرج في شي وتوميشة، كتجي في الليل وكتصيب لنا بيض ومطيشة. ولا جاك الجعف انتصت لي بيض ومطيشة بيض ومطيشة بيض ومطيشة ويلي ويلي باغي نطفي بيض ومطيشة بيض ومطيشة بيض ومطيشة نري نري في الهمري بيض ومطيشة بيض ومطيشة بيض ومطيشة دابا سفر الدار وبقيت بوحدي. سلام، سميتي حميدة الشياشة، الشياشة حيت القرعه ديال الشيشة ديما معايا. شوف ياك شفتي الفيديو غتايميها وغتابوني ليا وغيت بارتاجيها ولا نخرج لامك عينيها وسير دابا يلا.